ستصبحين أميرة مملكة بوكيت. لكن الأمر خطير جدا يا فلو. أنا فقط من ستكون ملكة مملكة بوكيت. نحن فريق واحد. أنا وكلبي معا إلى الأبد. حان الوقت لنلقن هؤلاء الأشرار درساً. قلب الصداقة سيكون لي. لن أتخلى عن هذه القلادة القيمة. إذا حصل زول على قلب الصداقة فقد يحصل أي شيء. الآن اختفت الأميرة. أؤكد أنك في النهاية ستحصل على مفاجأة بشعة. Puppy in my pocket من الأحد إلى الخميس الساعة 7 مساء على روتانا كيدز.